بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع للجيش السوري الحر. نترحم على أرواح شهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، ونحيي الشعب السوري البطل، ونحيي قوات الجيش السوري الحر. يشرفنا تقديم كوكب من الأبطال الذين لبوا النداء والتحقوا بصفوف قواتنا التي تحمي الشعب السوري من غدر الطغاة المجرمين. أنا الرقيب المتطوع محمد العقلاء، مدرب شرطة مدنية من مرتبات قوى الأمن الداخلي بدمشق، وهذه هويتي الشرطية. أنا الرقيب المتطوع أحمد مخباط من لواء 128 مدرعات، وهذه هويتي. أنا الرقيب مازن قادم مرتبات فرقة العاشرة لواء 85 كتيبة 37 مشاة، وهذه هويتي. أنا المجند بديع محمد حشري لواء 18 كتيبة 103 دبابات، وهذه هويتي. أنا العسكري المجند بسام وزيد فرقة 11 كتيبة الهندسة، وهذه هويتي. أنا الأرمي المجند مصطفى عبد الرحال من الفرقة الأولى من كتيبة المشاة 164 ميجا، أيوه هذه هويتي. أنا المجند مصطفى محمد الحشري فرقة 295 أمن دولة مخابرات، وهذه هويتي. أنا المجند أحمد خلف من كلية التسليح من مرتبات مستودع 403، وهذه هويتي. أنا المساعد المجند عمار الشيخ عمر مرتبات قوى الأمن الداخلي كتيبة الأمن المركزي. أنا المساعد مجند عبد العزيز إسماعيل من مرتبات الفرقة العاشرة كتيبة لواء 85 كتيبة 37 مشاة، وهذه هويتي. أنا المجند محمد خلف من مرتبات الفرقة العاشرة لواء 85 كتيبة 33، هذه هويتي. ونوجه النداء وبصيغة ملحة إلى قطاعات الجيش التي تشترك بعمليات الاقتحام في المحافظات والمدن والقرى، لأنهم ليسوا هدفنا، لأنهم أبناء الوطن، ومن المفروض أن يكونوا حماة له، وننتظر منهم عمل يسجله لهم التاريخ والشعب. إن هدفنا هو العصابات المجرمة من الأمن والشبيحة الذين يقتلون الأبرياء وينتهكون الأعراض في كافة المحافظات دون استثناء. ونوجه النداء إلى شعبنا البطل الأبي الذي أظهر للعالم كله قدرة كبيرة على الصمود والصبر في وجه هذا النظام المجرم، ونقول لهم: نحن معكم يدا بيد حتى نستأصل جذور هذا المجرم وعصابته، والنصر قريب بإذن الله. عاش السورية حرة أبية، عاش الشعب السوري البطل المقدام، عاش الجيش السوري الحر، والنصر يقضيتنا بإذن الله.